السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومع حلقة جديدة من برنامج إشراقات قرآنية. معكم ضيف دائم على هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ المبارك الشيخ أحمد منصور شيخ مقراءة الأزهر الشريف. أهلا بكم سيدنا. حياكم الله مولانا وبارك فيكم وجزاكم فيكم الله بارك، رفع الله بقدركم في الدارين. طبعا كل مرة بننوه عن مضمون البرنامج عشان اللي بيتابع الحلقة لأول مرة، احنا معانا ايه في كل حلقه باذن الله تعالى بنتكلم فيها عن كيفيه قراءه الايه، وكمان بنتكلم عن توجيه القراءات لهذه الايه ودروس المستفاده من هذه الايه. سيدنا ايه اليوم من سوره النحل من قول الله ان تحرص على هداه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ما شاء الله، رفع الله قدرك. سيدنا توجيه القراءات اختلاف الرواة والقراء عن سيدنا حفص. احنا عندنا في هذه القراءة فرشة خلاف يعني في كلمة يهدي. نعم. فقرأها نافع وابن كثير وابن عامر وابو عمرو فإن الله لا يهدى من يضل. نعم. هكذا. وحفص يعني عاصم عامة الكوفيون عاصم. نعم. وحمزة والكسائي يقرؤون فإن الله لا يهدي من يضل، وفيها إشارة ظاهر الآية يهدى من يضل، يعني في إشكالية عند كثير من الناس في ظاهر الآية. أيوة نعم. أولا إحنا لازم نعرف الأول يعني إيه من يضل. نعم. ثم بعد ذلك ستحل إشكالية يهدي ويهدى. نعم. هذه الآية الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أجاب وبعضهم لم يجب. قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم يعني عن الذين حقت عليهم الضلالة. نعم، يعني لها تعلق بما قبله. فقال فإن الله لا يهدي من يضل. نعم. من يضل هذه هنا الفاعل هنا محذوف. نعم. وهو معلوم في السياق، إما أن الذي أضل هو الله. نعم. وإن الله أضلهم بعد أن تنكبوا سبل الضلال هم بأنفسهم فكتب الله عليهم الضلالة وطبع على قلوبهم. وإما أنه لا يهدي من يضل يعني من يضل غيره. نعم. فصار بعد أن كان فاسدا تعدى كونه فاسدا إلى كونه مفسدا لغيره، أفسد غيره. أفسد غيره. نعم. فالمعنى إن الله لا يهدي إلى خير. نعم. من يضل عباده. جميل. أو من يضل أو من يضله الله. نعم. يبقى من يضله الله لأنه صار بابا لإضلال عباده لا يهديه الله إلى خير أبدا. جميل. طيب قراءة يهدى إن الله لا يهدى من يضل يعني من يضله الله. نعم. أو من يضل عباد الله لا يهدى إلى خير سواء كان الهادي هذا هو الله أو ما دون الله. يعني حتى ولو استعان بأسباب الهداية غير الله سبحانه وتعالى فإنها لن تهدي. جميل. فإن الله كتب عليه ألا يهدى لا منه ولا من غيره فلن يوفق أبدا إلى خير. يعني ممكن نقول فإن الله لا يهدى إليه. نعم. من أضله الله أو. نعم. من ضل. نعم. تمام. من أضله الله أو من أضل عباد الله. نعم. أو من أضل عباد الله. تمام. فهذا المعنى كأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي عليهم ولا يحترق فؤادك كمدا، فإن الله سبحانه وتعالى قال له لعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني مهلك نفسك حزنا. نعم. وكمدا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، خلاص أنتوا أعلنتم هذه الدعوة وأذعتوها بين خلق الله، لا يكن همكم أن يجاب دعاؤكم. نعم. وإنما همكم أن تبثوا الدعوة بين الناس إعمالا لمراد الله سبحانه وتعالى فقط. جميل. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. نعم. ومن ضل فإنما يضل عليها. أنا بس في أرض الله بأنفذ مراد الله. نعم. أنا بعمل العمل ولا أنتظر جزاء منه في الدنيا، وإنما جزائي منه عند الله سبحانه وتعالى. فما احترقش لأن هؤلاء كتب الله عليهم الضلالة لما استمروا فيها ولما صاروا بين الناس مضلين. يعني أنا أعمل اللي عليا بس، يعني أعمل عليا وأنا غير مسؤول عن نتائج. يعني. ولا أنا مطالب بي أولا وآخرا أن ألزم نفسي الطاعة. نعم.
ثم أنطلق من الصلاح إلى الإصلاح. نعم. ولا أنتظر نتائجا. نعم. وإن قوبلت بما لا أحب فلا يمنعني ذلك عن مواصلة الطاعة وعن مواصلة إذاعة الخير بين الناس. نعم. كذلك لا يجعلني ذلك محترقا كمدا على ترك الناس لكلامي. نعم. فإن غاية النفس من إذاعة الخير بين الناس لابد أن تكون هي إعمال مراد الله، فإن اهتدوا بك فبها ونعمت، وإن اهتدوا من غيرك فذا مرادنا. نعم. أن يهتدي عباد الله وخلاص. أنت ذكرت قوله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا. نعم. فظن أن لن نقدر عليه. نعم. فنادى في الظلمات، هو يعني دعا قومه ولكنهم لم يستجيبوا له. نعم. فهذا زاده غضبا. نعم. حتى غضبه هذا أخرجه عن نعم. يعني عن مراد الله سبحانه وتعالى منه أن لا يفعل شيئا إلا بإذن. نعم. فخرج بدون إذن الله سبحانه وتعالى، وظن أنه بمقامه عند الله لن يضيق الله عليه، لكن اللي حصل بعد كده تسطره الآيات. نعم. نعم. طيب سيدنا، إيه الدروس المستفادة من هذه الآية؟ إلزم نفسك وأصلحها، واجعل صلاحك بداية لإصلاحك. نعم. لغيرك، ثم أدعو الناس إلى الله وحببهم في الله، ولا تأخذهم بالسيف، فإنك داع ولست بقاض. أحسنت. ولا تحكم على الناس، أنت بس بتقول للناس يعني الخير أهو، وياريتكم تقبلوا عليه، نحن كلنا أحباب في الله وكلنا عبيد الله في أرضه. أقبلوا عليه يزاك الله خير، فهذه من عاجل بشرى المؤمن. نعم. وإن لم يقبلوا بسببك فأنت بلغت مراد الله وكفى، ولا يجعلك ولا يدفعك تركهم لنصحك ولدعوتك كارها لهم مقطعا نفسك كمدا وحزنا، ولا تغضب اذا كانت النتائج بغير ما اردت، يعني لان ده في اختبار. نعم. هل انت لما يتركوا اجابه دعوتك هل انت هتزعل عشان هي دعوه ربنا، ولا هي دعوتك انت وانت عايز انك انت تسمع؟ نعم. ثم بعد ذلك يا اخي، النفس هذه اذا سلمت من الكمد استطاعت أن تستمر في إذاعة الخير بين الناس. نعم. فلا تحرق نفسك، فإن نفسك غالية، وإن مراد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعمل على بأنفس الصالحين. صح. فإذا أذعت الخير وكنت سببا فيه فحافظ على نفسك ولا تمتها كبدا، فإن الخير فيك بإذن الله لن يستمر وأنت مقهور على بعض عباد الله. أحسن عليك. برضو خلاصة الكلام اللي أنا استفدته من كلام حضرتك، إن أنا أصلح حالي أولا، وأصلح ما بنفسي أولا، ثم أدعو إلى الله من خلال دعوة الآخرين إلى الصلاح، لكن لا أنتظر النتائج، فالنتائج على الله مش عليك أنا. صحيح. تمام. بارك الله فيكم. طب نستمع بقى للآيات بقراءة، اختار فضلتك بقى القراءة. أقرأ لي ورش على وجه التقليد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين. بارك الله فيكم سيدنا ورفع الله قدركم في الدارين. في نهاية الحلقة بشكر ضيفي اللي مشرفني ويشرفني دائما، الحبيب شيخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد منصور، شيخ مقرأة الأزهر الشريف. شرفتنا سيدنا. شرف الله المقدار. ونفع الله فيك بكم. حبيب جزاك الله وأنا كل خير. صدقا استفيد كثيرا من لقائي معكم، وانا يفتح علي بك. رفع الله قدرك. رفع الله قدرك. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم، وانتظرونا في حلقات قادمه باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.